كمان الأخبار قالت إن سيطرت على تدريبات فريق الكرة في النادي الأهلي حالة من الاستنفار والتركيز والرغبة في العودة لمكانة حامل لقب الدوري الكروي الطبيعية في جدول المسابقة، وده ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المقصة بكرة إن شاء الله في الدوري في المباراة المؤجلة من الأسبوع 11. وبيفتقد النادي الأهلي في المواجهة دي لجهود وليد سليمان ووليد أزارو بسبب الإصابة. كمان الجمهورية قالت إن استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بقيادة الأروجواني مارتين لاسارتي بنسبة كبيرة على اللعب بصالح جمعة في مباراة مصر المقصة المقرر ليها بكرة إن شاء الله في الجولة 11 من الدوري الممتاز. ده جه في ظل رغبة لاسارتي للوقوف على مستوى اللاعب تمهيدا لقيده في القائمة الأفريقية. كمان إن اللاعب هيكون أفضل بديل للعب في مركز صانع الألعاب بدل وليد سليمان المصاب دلوقتي، ولتأكد برضه غيابه عن الفريق لمدة 5 أسابيع علما بأن هو مش هيحتاج ان هو يخضع لجراحة، وده اللي ظهر طبعا من خلال الإشاعات. كمان ظهر جمعة بشكل كويس جدا خلال تدريبات الفريق الأخيرة وأظهر التزام واضح، وده اللي خلى لاسارتي يفكر أنه يلعب بيه في المباراة اللي جاية. كمان أكد محمود أن مروان محسن محتاج من 3 لـ4 أسابيع قبل ما يرجع للتدريبات الجماعية، وقال كمان أنه مش هيستعجل في رجوع اللاعب اللي بيخضع دلوقتي لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد ما تعرض لإصابة في العضلة الأمامية. كمان الشروق قالت انه بيدرس بقوه الجهاز الفني للنادي الاهلي اللعب بناصر ماهر كاساسي في مباراه الفريق المقرر ليها بكره قصاد مصر المقصه، وده بعد المستوى المتميز اللي قدمه قصاد شبيبه الثوره بعد نزوله بديل في الشوط الثاني. كمان بينوي لاسارتي ان هو يبدا بحمدي فتحي كاساسي مع بدايه المباراه بجانب السوليه في وسط الملعب، وكمان قرب اجاي من البدء كمهاجم صريح بعد المستوى الكويس جدا اللي قدمه قصاد شبيبه الثوره الجزائري بعد رجوعه من الإصابة. كمان اليوم السابع قالت ان طلب خالد محمود طبيب النادي الاهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكره توفير عده اجهزه لتطوير المنظومه الطبيه جوه النادي الاهلي، وده خلال تواجد البعثه في الجزائر بعد طبعا مواجهه شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا. اكد خالد محمود لعبد الحفيظ ان هو بيواجه صعوبات كبيره تسببت في تراجع اداء المنظومه الطبيه جوه النادي الاهلي، واكد في الوقت نفسه انه راضي بشكل كبير جدا عن المردود اللي بيقدمه طول الفتره اللي فاتت، وشايف طبيب النادي الاهلي ان توفير طلباته بقى موضوع حتمي ومش رفاهية.